أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها من عذاب يوم عظيم. سبحانه سبحانه، لا رب غيره ولا معبود بحق سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في سبيل الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. ما ترك شيئا يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا وأمرنا به، وما ترك شيئا يقربنا إلى النار ويباعدنا عن الجنة إلا ونهانا عنه. كان الناس ضالين فهداهم الله به، وكان الناس متفرقين فجمعهم الله به، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فاللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، والحقنا اللهم به في الفردوس الأعلى غير مبدلين ولا خزايا. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، نقف اليوم في حديثنا في هذه الدقائق عن معنى من أجله جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى وهذا السلوك وهذا الخلق تفرد به وتميز به رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية دعوته حتى لقى الله تبارك وتعالى، ألا وهو معنى الإيجابية. الإيجابية، أو بمعنى آخر يسموها الذاتية، أو التفاعل مع الغير، أو إن شئت فسميها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تفاعل يعني مع غيرك، يعني عكس الأنانية. الإيجابية، هذا الخلق تفرد وتميز في رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم بعثه الله.
بل ونزل القرآن على صدره صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا المعنى، كما في سورة براءة سورة التوبة الآية 71: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. دي صفات المؤمنين اللي أنا وإنت منهم، مش حد تاني. يعني لما نسمع الآية يعني أنا وإنت. والمؤمنون والمؤمنات مالهم؟ بعضهم أولياء بعض، في بينهم ولاية وقوة ونصرة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. خلي بالك إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل إقامة الإيه؟ الصلاة. أنت أخبارك إيه؟ الحمد لله صلي صوم تمام. لا، ده في حاجة قبل الصلاة، أنت مش واخد بالك حضرتك، في هناك ما هو أهم ويبدأ به قبل الصلاة، اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واسمه الولاية. يعني الولاية يعني الجسد الواحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الايه؟ الواحد. اسمها ايه دي؟ الولاية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. أعرف نفسك مؤمن أو مش مؤمن بالموضوع ده. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. من هم الناس ذو الرحم؟ فين؟ أولئك سيرحمهم الله. ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله. أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وختام الآية إيه؟ عزيز حكيم، الشغف الرحيم، قوي قادر بعزته وبحكمته يدخلهم في رحمته سبحانه وتعالى. أولئك سيرحمهم الله. قضية الإيجابية أن يكون عندك باعث من داخلك يدفعك إلى الخير وحب الخير للآخرين. مش كل ما يشغلك نفسك، تكلم واحد عن الزيتية أقول لك عم الشيخ والله أنا الحمد لله أنا بنصلي وبنصوم وأنا كويس الحمد لله يعني، وبعدين الآية الكريمة في سورة المائدة تقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. خلاص، وربنا مش ربنا بلقوا أنفسكم وأهليكم، أنا بنقي نفسي من النار. طب ومين أهليكم دول؟ أهلك يعني زوجتك وأولادك، ومين كمان؟ وعشيرتك، ومين كمان؟ وجيرانك وأصحابك في العمل واللي أنت مسؤول عنهم واللي أنت مسؤول منهم، وهكذا الدائرة تتسع. أهلك من هم؟ أهلك، أهل الإيمان أهلك، والمسلمون أهلك، والمؤمنون أهلك، وأرحامك أهلك، وجيرانك أهلك، حتى غير المسلم منهم هو من أهلك. إذا دعوته إلى الخير. سيدنا نوح لما دعا ربنا سبحانه وتعالى قال: رب إن ابني من أهلي، مش كده؟ ماذا قال الله له؟ قال يا نوح إنه ليس من إيه؟ إنه ليس من أهلك، مع إنه ابنك، بس إذا كان عاق. فأهل الإيمان جميعا أهلنا، رسالتنا أن ندعوهم جميعا إلى الخير. سيدنا أبو بكر لما الصحابة قرأوا عليه هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني مالكش دعوة. قال أبو بكر: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتفهمونها على غير موضعها، يعني بتحطوها في مكان خطأ، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. على فكرة أبو بكر مش بيروي حديث. عمرك سمعت حديث يقول لك عن أبي بكر؟ دائما عن أبي إيه؟ أبو هريرة. أبو هريرة بس أبو بكر روى الحديث ده. قال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير إيه؟ في غير موضعها. ساعات نحط الآية في غير مكانها. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، فإذا وجدتم، بعد ما تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعمل اللي عليك، فإذا وجدتم شحا مطاعا وهوى متبعا، يعني كل واحد بيعمل اللي في دماغه، يقول لك الله يرضى عليك أنت نصحتني خلاص بقى ما تدوشنيش، الناس مش عاوزين يتغيروا، عملت اللي عليك فإذا وجدتم شحا مطاعا وهوى متبعا عندئذ في اللحظة دي لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني ما يأثرش تأثير سلبي عليك. تقول لواحد: يا أخي الله يكرمك تيجي تصلي معنا العشاء، يعني على الأقل كل أسبوع يومين ثلاثة العشاء، مش لازم كل يوم، يومين ثلاثة كده، يعني خليك مرتبط ببيت الله سبحانه وتعالى.
وصلي الجمعة ويومين في الأسبوع كمان يبقى كويس، ومرة كده تصلي في جماعة في الشغل، ومرة في البيت مع زوجتك أولادك، يعني خليك على علاقة مع ربنا والصلاة صلة بينك وبين الله، تنصحه يوم واثنين وثلاثة ولا يستجيب، هذا لا يؤثر عليك سلبيا فيمنعك. تقول والله ما أنا نصحته، يعني أنا بقى اللي شيخ وأنا بس أنا أدخل الجنة حتى أنا كمان مش رايح المسجد. هنا المشكلة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فالله سبحانه وتعالى يدعونا إلى أن نتفاعل مع قضايا الغير، ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم من تصفح في سيرته وهي ملأة بمواقف إيجابية ينظر كيف كان ينظر إلى غير المسلمين. هو لسه في بداية الإسلام ينظر إلى سيدنا عمر بن الخطاب وإلى أبو الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل، النبي سماه أبو جهل، ينظر ويقول اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل أو أبو الحكم. النبي مشغول، النبي يهتم من أفراد معينين يدخلوا الإسلام. طب واحد يستفيد إيه؟ يعني ماذا يستفيد الناس لو جه فلان صلى أو ما صلاش؟ يعني أنا لما صلي إمام في المسجد نصلى ورايا صف أديني صليت، صلى ورايا عشر صفوف أديني صليت خلاص، يعني صلي عشرة يصلوا كتير، من صلى صلى لنفسه ومن زكى زكى لنفسه وليس لغيره. سيدنا موسى لما ذهب لميقات ربه بعد ما نزل من عند الله سبحانه وتعالى، كان في واحد من الناس مبلغ سيدنا موسى رسالة، قال الرجل لموسى بعد أن تكلم ربك اسأل ربي ماذا أعد لي في الآخرة. يعني واحد من بني إسرائيل بيقول لسيدنا موسى قل لله ماذا أعد لي في الآخرة، يعني أنا لي قصور ولا لي حرعين، إيه اللي ربنا عمله لي في الآخرة. الرجل واثق من نفسه وعنده عبادات عاملها، فعمل مقدمات بيبحث عن النتائج، فقال موسى يا ربي عبدك فلان يسألك ماذا أعددت لهم في الآخرة، فقال الله يا موسى اذهب واسأله ماذا قدم هو لي أولا. طب هو حضرته عمل إيه عشان يسأل ربنا أنت عملت لي إيه؟ ثم قال الله لموسى فإن قال لك قدمت صلاتي، ربنا عارف ألا يعلم من خلق، فقال إذا قال لك قدمت صلاتي قل له صلاتك لنفسك، صلاتك لنفسك، صلي نفسك يا أخوي ما صليش لحد، وإذا قال لك قدمت زكاتي، يعني كنت منطلع أمواله وبنعمل مصاري وبندفع فلوسه وبنادوا الناس الأستاذ فلان دفع في المسجد $1,000، فقل له زكاتك أخذت بها عند الناس مكانة، يعني لما رحت تعطي الفقراء اديته $100 فقالك الله يفتح عليك الله يكرمك يا أستاذ ربنا يخلي لك أولادك خدت أجرك. ولذلك سيدة عائشة كانت تعمل إيه لما تعطي الفقير الصدقة فيقول لها إيه الله يبارك لك، تقول يبارك لك أنت، الله يغفر ويغفر لك أنت. فيسألها لماذا، قالت أرد دعوته عليه حتى يظل أجرها عند الله يوم القيامة، وإلا تبقى خلصت اديتني $100 خدت بيهم دعوات عاوزين مالكش عندي حاجة خلاص. فقال الله لموسى الرجل ده عاوز إيه، بقول لي ماذا قدمت لي، قل له ماذا قدمت أنت لربك، فإن قال قدمت صلاتي قل له صلاتك لنفسك، وإن قال قدمت زكاتي قل له أخذت بها عند الناس مكانة ووضع اجتماعي الأستاذ فلان والحج فلان، وإن قال لك قدمت الحج يعني حجيت بيت الله الحرام فقل له سياحة اتفسحت وركبت الطيارة ورحت ونزلت عملت يعني، ولكن قل له يا موسى السؤال بقى هل عاديت لي عدوا أو واليت لي وليا، يعني تفاعلت مع الناس، شفت واحد بيحارب بعمل منكر فحاربته، واحد بيعمل خير دفعته للخير، هل عاديت لي عدوا أو واليت لي وليا. دي القضية اللي احنا بنبحث عنها، قضية التفاعل مع قضايا المجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يسلم أبو جهل أو عمر، فأصابت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عمر وأسلم عمر، وعمر لما أسلم ما راحش بيته ونام كما يفعل كثير من الناس بعد خطبة الجمعة أو لما روح بيته ينام. أنت سمعت معلومة يا أخي زكي المعلومة، زكاة العلم إنفاقه. لو من هاردة والله صليت عند الشيخ في مسجد في يونيون قال كلام كتير ما فهمتوش، لكن فهمت منه أنه بيقول المفروض الواحد يعني ينصح الناس يعني، فقال حديث كذا وتوصل حديث، يبقى أنت أصبحت داعية إلى الله سبحانه وتعالى. النبي يقول بلغه عني ولو إيه، ولو آية، آية واحدة فقط. فسيدنا عمر ذهب إلى بيته بعد أن أسلم، وقف وسط أولاده وزوجاته، كان عنده أكثر من زوجة، وقال لهم اسمعوا مني فإني قد أسلمت في هذا اليوم، أنا أسلمت
وإن طعامكم وشرابكم علي حرام حتى تسلموا جميعا. راح لزوجته أولاده قال لهم أنا أسلمت وطعامكم وشرابكم، قال لزوجته كده أنا مش هناكل من تحت إيدك طعام وانت مش بتصلي. أنا مستغرب لزوجته ما بتصليش، ده إزاي يأكل طعام وشراب يعني؟ مش فاهم والله. اللي زوجته لا تلتزم بالإسلام، أنت لك سلطان يا أخي، خلاص مش واكل مرة يعني حاول اعمل بانش كده يعني. ما احنا بنستخدم العقوبة دي في أمور أخرى، اشمعنى عند الطاعة وعند طريق الله سبحانه وتعالى. ألا تحب زوجتك؟ ألا تحب أن تكون معك هي في الجنة إن شاء الله؟ طبعا إذا كانت مسلمة، غير مسلمة دي قصة تانية، أنت لست عليها بمسيطر، لكم دينكم ولي دين. الناس يقولوا الشيخ الكذب اللي عنده واحدة مش مسلمة يطلقها، لا ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرناش بكده، كلمة عن المسلمات وغيرهن. أسأل الله أن يهدي الجميع للإسلام وللخير، اعمل لها كده اسلوب عشان تدعوها إلى الخير. فعمر قال إن طعامكم وشرابكم علي حرام حتى تسلموا. فوقف عبد الله بن عمر وقال يا أبي والله أنا مسلم منذ سنة، أنا مسلم من سنة بس ما حبيتش إن إيه أحكي لك خوفا منك. عمر كان بطشه شديد، كان معروف عمر. قال فضربني ضربة ما زلت أشعر ألمها بعد فترة ضربة، وقال يا لكع، كلمة تقال في الجاهلية، يا لكع شرح الله صدرك للإسلام وتبخل على أبيك سنة، سنة سيب أبوك في الضلالة والجهل. لعلمك الناس اللي في المعاصي محتاجين حد يحركهم، صدقني والله. أنت ساعات بتشوف واحد تقول ده مش ممكن فلان ده، والله عمره ما يدخل المسجد ولا يركع ركعة. والله لو وجد حد يتكلم معاك كلمتين. أنا من أسبوع ليه واحد صاحبي بنشوفه في المسجد هنا، بيأتي في مناسبات في عزة وفي أفراح، يعني راجل صاحب نحسبه على خير، أعرفه من سنتين. فجمعتني بيه الأقدار من أسبوع يعني إن نجلس جلسة خاصة كده يعني. فجلسنا فأذن لصلاة العصر، ما كنتش في المسجد، تقول يلا بينا نصلي العصر. فقال لي والله يا شيخ أنا ما أكذبش عليك، أنا والله ما بنصلي خالص. قال لي والله ما بنصلي خالص إلا صلاة الصبح ركعتين ثلاثة، مش عارفهم حتى كان. أه والله. قال لي بنصلي الصبح كده ركعتين أي حاجة يعني كده، وما نكذبش عليك، كيف حنصدق مع الله؟ ما نكذبش، انا مش بنصلي، انا اراه دائما، ما فيش مره تخيلت مش بيصلي، بياتي معنا بنرى في المسجد اوقات يعني نوادر كده. والرجل تاثر جدا، فبدات معه اتحدث، لا يصلي ابدا، ما بيركعش ركعه، لكن تكلمت معه كلمات فاذا بالدموع واذا بالتاثير، كلمات عاديه خالص يعني بسيطه جدا يعني ما خطبتش خطبه وفضلت، لا 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 لا، كيف ما بصلي؟ طب سمعتش الله يقول فويل، قال لي ويل للمصلين، حافظ الآية، لماذا لا تصلي؟ أنا والله ما حدش يعني ما حدش حاول يدفعني أو ما حدش شجعني، لا زوجتي بتصلي والأولاد بتصلي وأنا عادي يعني. ما ينفعش يا أخوي الكريم، أنت مسلم والصلاة هذه صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وكلمتين ثلاثة بدأ يصلي، زرته بعدها بأسبوع فقال الحمد لله من ساعة أن تركتني أسبوع كامل أنا مواظب على الصلاة، الحمد لله أنا في قمة السعادة. هذا الله على يدي رجل واحد، لأن يهدينا الله بك رجلا واحدا خير لك من كم؟ ألف دولار ولا كم؟ خير لك من كم؟ من حمر النعم، خير لك من الدنيا وما إيه؟ يا إخوة دي رسالة، أنت شغال عندك واحد شغال معاك بيشرب حاجة حرام يعني، قول له الله يكرمك الموضوع ده حرام، خلي بالك من بهدوء بس أدب النصيحة، والله العظيم الناس بتلتزم الخير. فسيدنا عمر يقول بيدعو أهله إلى الإسلام، ابنه قال يا أبي أنا منذ سنة وأنا مسلم، قال فضربني وقال يا لكع تركتني في الجاهلية سنة وانت في الخير وسيب أبوك. يقول ابن عمر فما زلت أشعر ألمها، وكل حين وحين بعد فترات يقول غفر الله لك يا بني تركتني في الضلالة سنة، سبتني في الضلالة كان ممكن تنصحني. دي رسالة عاوزين الكل يتعلمها، ونحن ندفع بالناس إلى الخير، لأن ما تقولش أنا وحدي والله أنا الحمد لله أنا كويس والناس ببرحتها، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله، يعني الإنسان اللي بيصلي متمسك بالدين اسمه القائم على حدود الله، مثل هيعمل مثال، مثل القائم على حدود الله ده الملتزم الكويس، ومثل الواقع فيها يعني اللي بيأكل حرام وشغل في الحرام ويرتكب الحرام ويفعل المنكرات، ده الاثنين مختلفين. النبي قال الاثنين دول مثال ايه؟ كمثل قوم استهموا على سفينة، جماعة ركبوا سفينة في بحر فكان بعضهم في أعلاها، يعني جماعة في الدور الثاني وجماعة في البسمن تحت في السفينة، ببساطة الحديث كده، فكان الذين في أسفلها في الدور الأسفل إذا أرادوا الماء، لما يحبوا يجيبوا مية من البحر ماذا يفعلوا؟ يضطروا يطلعوا الدور الثاني ويلقوا الدلاء
يرموا الأواني اللي حيجيبوا فيها مية بالحبال ويجيبوا مية، وبعدين ينزلوا من الدور الثاني للدور الأرضي، فيحصل إيه؟ نزلوا مية على الناس اللي فوق وطالعين ونازلين. فقالوا إحنا كده عاملين مشكلة للناس، الناس اللي تحت قالوا عملنا مشكلة للدور الثاني، ماذا نفعل؟ قالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا، طب ما نعملوا كده أي فتحة في السفينة وناخد إحنا مية من تحت وما نعملش مشكلة فوق، ولما نخلص نسدها تاني وخلاص. لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. والله النية جميلة، كلام طيب. النبي يقول ماذا؟ قال فلو تركوهم وما فعلوا، لو الجماعة اللي في الدور الثاني قالوا للجماعة اللي تحت براحتكم اكسروا السفينة خليكم تغرقوا أنتوا وحدكم وإحنا مش هنغرق أبدا، لو تركوهم وما فعلوا لغرقوا وغرقوا إيه جميعا، أو لهلكوا وهلكوا جميعا. ولو أخذوا على أيديهم، لا حرام، أقم الصلاة أدي الزكاة كده غلط، ما تعملش كده. ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. سيدنا لقمان قال لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على إيه؟ واصبر على ما أصابك. ليه واصبر على ما أصابك؟ لازم نفهم القرآن، لازم نفهم القرآن الكريم ومن غير تفسير وببساطة. ما جابش الصبر على ما أصابك بعد الصلاة، ما جابش الصبر بعد الزكاة، لكن جاب الصبر بعد الأمر بالمعروف. هو ده العوض. الصلاة تتوضى وتصلي خلاص تزكي، لكن تؤمر بالمعروف. الناس يقول لك ايه يا عم الله يرحم ده انت لسه مصلي اول امبارح، بقيت شيخ وتوعظ الناس، انت لسه بتاكل حرام، شوف نفسك بيتك عامل ايه، انت بتبيع ايه. قال لا تخش في مشكلة. عشان كده محتاجة ايه دي؟ محتاجة صبر. يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. لازم تصبر حتى تتفاعل مع المجتمع وحتى توصل رسالتك كاملة كما أمرك الله تبارك وتعالى بها. طب لو ما وصلش الرسالة تأتي اللعنة ويأتي المسخ، رغم الطاعات ورغم الحسنات اللي احنا بنعملها. اقرأ معي القرآن الكريم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ليه عملوا ايه يا ساتر يا رب؟ ليه ربنا بيلعنهم الناس دول؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عملوا ايه عشان تأتي اللعنة؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. يعملوا المنكر ويبقوا حلوين خالص، ما فيش مشكلة مع بعض. يبقى صاحبك بيعمل ياكل حرام وانت معاه عادي، صاحبك ما بيصليش اصلا وانت تراه لا يصلي، ما فيش مرة ذكرته بالصلاة. اختك معاكي صاحبتك ما فيش مرة نصحتيها تلبس الحجاب وتستتر وتواري لحمها عن الناس، ما تعملش كده. فتأتي ساعتها اللعنة على العاصي وعلى الطائع. مش حضراتكم كلنا حافظين قصة عابد بني إسرائيل، الرجل اللي كان بيعبد ربنا سبحانه وتعالى في قرية كلها عصاه، القرية كلها في المعاصي وفي الموبقات وفي المحرمات، وهو في المسجد ويعبد الله ويقرأ الآيات ويسبح ويذكر ويستغفر، ملوش في المعاصي. فأمر الله تبارك وتعالى جبريل عليه السلام أن اهدم القرية على من فيها، قرية كلها منكر. فنزل سيدنا جبريل فوجد الرجل إيه؟ بيصلي وبيسبح وبيقرأ، فقال يا ربي، وربنا طبعا أعلم، إن فيها فلان العابد، يا رب ده فلان نزلت لقيته بيصلي وبيبكي وبيدعو. قال يا جبريل به فابدأ، أول واحد تشيله وتخلص عليه هو الشيخ اللي بيصلي ده، به فابدأ. ليه يا رب؟ شوف الكلام يا إخوة عشان ما نطبقش عليه وعليك بس. قال لما يا رب؟ يعني هو مش سؤال بس، فهمني أنا حننفذ بس نفهم ليه. يعني رجل بيصلي، رجل صالح، والله ما عمل حرام، والله ما نفي المنكر، ده هو في وسطهم فقط. قال يا جبريل ما دعاهم للخير يوما. يا جبريل لم يتمعر وجهه، يعني يستحيي، ما فيش يوم شاف الحرام فوشه حمر وتألم عادي خالص، شوف الناس في الحرام ويضحك ما فيش مشكلة، كأنه فيش. هو أهم حاجة إيه؟ عليكم إيه؟ أنفسكم، أنا في التمام خلاص. قال يا جبريل كان ينصحهم يوما ويؤاكلهم يوما، يعني ينصحهم النهاردة بكرة يأكل معهم ويشرب معهم. لا، أنا من جالس أشترك الصلاة، في الحديث لا تجالسوا تارك الصلاة فإن اللعنة تنزل عليه من السماء، وأنا أقول له كده أنت حتظل على الموضوع ده؟ يبقى أنت من طريقه أنا من طريق لا يستويان. المرء على ديني
خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. الأخلاء يومئذ يعني يوم القيامة بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعشان كده في الحديث لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا إيه؟ إلا تقي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فعودوا إلى ربكم فإنه أرحم الراحمين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وبعد، سليمان عليه السلام وقف يتفقد مملكته. سيدنا سليمان ده كان ملك الدنيا كلها، ملك الله الدنيا لسليمان من مشرقها إلى مغربها، الدنيا كلها، مش قرية ولا مدينة ولا بلد، كل الدنيا كانت ملك سليمان. وفي يوم من الأيام كان سيدنا سليمان بيجمع المملكة ويحصيها عدا، يعني زي ما في القوات المسلحة يعملوا طابور الصباح كده، متابعة الأفراد من حاضر من غايب. سيدنا سليمان كان بيعمل كده، يتفقد الرعية بتاعته، يتفقد الجن، يتفقد الإنس، يتفقد الحيوانات، يتفقد الطيور، رعية. وانت ربنا حيسألك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سليمان بيتفقد الرعية، وصل عند مجموعة الطير وتفقد الطيرة، فوجد شيء غريب. ماذا وجد؟ لم يرى الهدهد، نوع من أنواع الطيور، لم يرى الهدهد موجود. فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ يعني هو مش هو الهدهد مش موجود ولا أنا مش شايفه؟ هو موجود وأنا مش شايفه ولا هو غائب؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ والله لو كان غائب لأعذبنه عذابا شديدا. إزاي يغيب عن التمام وما نعرفش هو موجود أو مش موجود؟ لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. والله دي عاوزة خطبة، لكن أنا مش هنقف عند ديت. لكن شوف الحاكم العادل بيحط بدائل، لما يكون واحد متهم يديله بدائل: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين. يكون عنده اكسكيوز بقى، يقول لي: والله أنا في سبب، أنا عندي عذر أن تأخلفت. أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، يعني انتظر شوية، فجاء الهدهد. ماذا جاء الهدهد؟ قال: أحط، يعني أنا عندي معلومات أنت يا سليمان يلي ملكت الدنيا من كل مكان ما تعرفهاش. الهدهد الصغير عنده معلومة، فمكث غير بعيد قال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الله، ده الهدهد طار وصل لحد اليمن، راح عند مملكة سبأ، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، يعني السبب اللي عندي يقين، لا يكذب، لا يختلق أسباب. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ماذا وجدت؟ قال: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وكمان وجدت منكر. ده الهدهد عنده إيجابية، عنده بحب الخير للناس. قال: وجدت ماذا؟ قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. فالموضوع ده زعل الهدهد. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم، مين اللي بيتكلم؟ الهدهد. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله، الهدهد اللي بيتكلم، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد زعله، الهدهد تمعر وجهه، الهدهد تألم أن هناك من يعبد دون الله تبارك وتعالى، هناك من يعبد مخلوقا غير الله سبحانه وتعالى. الإخوة تقدموا، أفسحوا لإخوانكم. إخوة تقدموا في هذه الدقائق المتبقية، تقدموا أفسحوا لإخوانكم، أفسحوا لإخوانكم، جزاكم الله خيرا. الهدهد يا إخوة عنده ذاتية. قال: إني وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. كان كلام الهدهد بعد أن تأكد منه سليمان، قال: سننظر، نبحث الموضوع، يعني ننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. شوف إيه الموضوع بالضبط. وعنده سليمان الملك العادل يقدم الصدق،
ما يقدمش الاتهام. قال سننظر ايه، اكذبت ولا صدقت؟ اصدقت، يعني انت ممكن في الغالب انك انت صادق. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم. المهم وصل الهدهد الى ملكة سبأ بلقيس في عرشها واعطاها الكتاب، وحصل حوار ما بينها وبين الهدهد، ثم قرأت كتاب سليمان، ثم جاءت الى سليمان عليه السلام، ثم اسلمت ملكة سبأ واسلم قومها جميعا. كان الهدهد سببا في اسلام مملكة سبأ بملكتها بجنودها برعاياها جميعا. قالت في نهاية الآيات ربي إني ظلمت نفسي، سامحني على اللي فات، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بسبب مين؟ الهدهد. كلمة طائر. ألا نكون نحن يا إخوة مثل الهدهد؟ ألا نتعلم منه درس مشهورة كلمة الهدهد؟ يقول لك الهدهد أخبرنا كذا، لكن في مصر مش الهدهد، يقول لك العصفورة. عرفت معلومة دي مين؟ يقول لك العصفورة عرفتني، فيش عصافير، اسمه الهدهد. الهدهد الذي أخبر سليمان هو الذي كان إيجابيا. يا ترى الناس عندنا عقولها تساوي عقل الهدهد؟ يا ترى الناس أنا وإنت وغيرنا عندنا هذه الهمة العالية التي كانت عند هذا الجندي الصغير الهدهد؟ هو مش مكلف، الهدهد مش مكلف، مش هيدخل جنة ونار، لا فيش الكلام ده، احنا المكلفين، احنا اللي حنحاسب، احنا اللي حنسأل. ولذلك إخوة كانت هذه رسالتي إليكم، أن نكون إيجابيين، أن نحب الخير لغيرنا كما أحببناه لأنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وآخر شيء نقوله لحضراتكم، إن ما عندناش واحد بيدخل الجنة لوحده، يعني فيش حد بيدخل لوحده. ربنا قال إيه؟ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إيه؟ يعني زمرا، يعني جروب، مجموعات يعني. فانت بتقولش الله يبص انا رايح نصلي لوحدي، انا هطلع زكاه لوحدي، انا بنصلي. يا عم سيبك لوحدي، سيبك من انا دي، انا دي ودت ناس في 60 داهية. هو ابليس راح في داهيه ليه؟ ربنا قال اسجد، قال ايه؟ انا خير من انا ودته في داهيه. فرعون راح في داهيه ليه؟ من اجل انا. يا فرعون قال انا ربكم الاعلى. بلاش انا، خلينا دايما نحن مجموعه الخير، نعين يعاون بعضنا بعضا ونتعاون مع بعض حتى نصل إلى طريق الله تبارك وتعالى. والمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. نسأل الله أن نكون منهم إن شاء الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ الإسلام وأعز المسلمين، وأيد بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ دماء المسلمين في سوريا وفي كل مكان. اللهم احفظ دماء المسلمين في مالي وفي كل مكان. اللهم ثبت كلمة المسلمين في بقاع الأرض أجمعين. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم احفظ دماءهم واحفظ أعراضهم واحفظ ممتلكاتهم. اللهم نسألك حياة السعداء وموت الشهداء ومنازل الأتقياء ومجاورة الأنبياء بكرمك وجودك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن